أين وسحر ويصرف الإخراج معنا زميلتنا زايدة في التصوير رانيا المزيانة الجديدة التحقت بينا، مرحبا بيك. وزيدة ما التحقتش بينا رانيا فقط، إنما التحق بينا زيدة فارس شيرشي وأماني الزين، مرحبا بيكم. عشك شنو حوايلكم؟ الحمد لله. كيف كيف مريو اللايسيك؟ أيوه يظهر لي اللايسيك في شوية قسموا معنا استوديو. أيوه احنا بشروحوا اللي ديما يجيو بحذينا، مرحبا بيكم الناس الكل. بالحق نفرحوا برشا وقت اللي يجيو بحذينا، معناتها لي جون اللي مشاركين في الـ في لي اسوسياسيون ويعملوا لي زيفينمون، يحركوا في البلاد، يحركوا في الـ في الـ في النشاطات الثقافيه والترفيهيه والفنيه وغيرها. دونك فارس شيرشي واماني الزين جايو باش يحكيو لنا على ايفينمون تري امبورطون ذا انترنت باور اللي باش يكون ان شاء الله samedi à 10 ce samedi ce samedi à 14h30 FIFC Gnebl. Ce samedi à 14h30 FIFC Gnebl. Très bien. Donc نبداو معاك اميني زين اللي هي information management، هكا ولا لا؟ المسؤوله على information management. دونك باش تحكي لنا على ليفينمون هذا. باهي نحكيك نخلي الكلمه يحكيك على ليفينمون، جست نحكي لك على انا بعد نحكيك على البرودوي، خليه يحكيك على ليفينمون. تري بيان، دونك نمشيو مع فارس شيرشي نحكيو على ليفينمون من الاول ومن بعد نرجعو معاك اماني. باه ليفينمون هذا اسمه ذا انترنت باور. علاش؟ على خاطر باش نجيبو فيه دي سبيكر باش يحكيو على كيفاش تنجم تربح فلوس اترافير انترنت. من جهه فما الكوتي يوتيوب انستغرام دي انفلونسور وكل، من جهه فما الكوتي اي كوميرس فريلانسينغ و انتربرونيريا اللي هما سي الدومين دو فيتور و لي ستوديون سا انتريس تو لي ستوديون حتى لي فات لي باشلي. باه ليفينمون هذا باش يصير كما قلنا 14h30 في الفسيك وباش نجيبو فيه 5 سبيكر، 3 منهم سون ديجا انونسي اللي هما لي ريبريزونتون دي شين يوتيوب. عندك سين ناصر لا شين يوتيوب تاعي اللي هو زيد ان فيس بريزيدون ماركتينغ في ايسك مدينه، وعندنا زيد اكرم كريم اللي هو سيت ان ايتوديون نابلي وتوا عنده ستارت اب اي كوميرس ناجحه في بلغاريا. دونك الادد فاليو نجم يعطيها العبد هذا حكايه فريمون طاهره برشا. اون بليس دو سا ليفينمون سي سيرتيفي ونشجع اي تلميذ اي ايتوديون ولا حتى تلميذ يل فيان سانفورمي، على خاطر دي كونفرنس كوم سا سا سو تروف با تو لي جور والعباد اللي باش نجيبوهم ينجموا يعطيو فريمون ان بليس بور نوتر سوسيتي و بور لي ستوديون. فوالا كي يقولوا العباد اللي يجيبوهم باش يعطيو ان بليس، شنو ما بالضبط شنو هو البلوس، شنو الاضافه اللي نجموا يقدموهم لي انفيتي نتاعكم؟ باه احنا رينا اللي في تونس في الكوتي هذايا يا دي تروك فريمون فاغ كيما تنجم تقول لو كوتي تكنيك، كيفاش تعمل لي بروميي با نتاعك؟ هذا ما كاش كيفاش لي ستارت اب. اي اكزاكتومون، تنجم تقول لي ستارت اب مثلا في الاي كوميرس برشا يسمعوا بدي سوسيتي كيما جوميا قاعدين يخدموا الكل، اما يعرفوش كيفاش بداو، كيما مثلا فماش يعرفوش كيفاش بداو. احنا باش نجيبوا يعني لي سبيكر نتاعنا باش يحكيو على البرومي با هذا سكون ابيل لي ساكسس ستوري. تنجم تقول فما خاطر كوتي موتيفاسيونيل بالطبيعه، فما زاد الكوتي تكنيك هذا كنحبوا نركزوا عليه ومش موجود في توت لي كونفيرونس. الكوتي نتاع كومون اون فا كومونسي كومون اون فا ديبيوتي اي باش يعطيوهم دونك كومون في ريوسي لي بروجي نتاعنا مهما كانت صعيبه. وبرشا عباد ما يمنوش بافكارنا بطموحاتنا والا باللي بروجي اللي نعملوهم في صغرنا، ومن بعد يتفاجئوا برشا عباد بالنجاح الكبير اللي تنجم تعمله، سواء نحكيو على شركات في تونس ولا شركات عالميه. هذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه. دونك بالحق لا حياة مع الفشل، لازم الإنسان يكون ديما عنده أمل طموح، والأهم أنه يعطي روحه فرصة باش يحضر دي كونفيرونس كيما هكا ولا دي زيفينمون كيما هكا، كوم سا يتوفر عنده إضافات كبيرة وعلى مستوى الفكري والثقافي والتعليمي، وعلى زادة يلزم يكون ملم بالتقنية الجديدة والمبتكرة في 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 إعداد البرامج وإلا في إعداد المشاريع ولا في تحضير المشاريع. يسمع برشا دي ساكسس ستوري خاطر من ذوك احنا نجمو نتعلمو زيدونا موتيفاسيون، هكا ولا اماني؟ اي باهي. سينو نحكي لكم على برودوي ايسيك اللي هو جلوبال فالونتير ان دو نو برودوي، باش اللي هي اكسبيريونس وبيان ستاج باش يكون في انفيرونمون ان بو ديفيسيل مع عباد من بلدان اخرى، باش يخدم على اون كوز سوا بوفرتي ايديوكيشن
بولوشن معناها حكايها كيكا يخدم عليها اكسبيريونس ويحس روح يحس روحه ليدر معناها في كيما شنو معناتها يخدم عليها كي طبعا نحكيو على بوفرتي معناتها نحكيو على الفقر ولا البولوشن اللي هي التلوث البيئي والا شنو اخر قلنا احنا education الادوكيشن التعليم معناتها شنو شنو بالضبط معناتها كيفاش ينجم يخدم عليهم بي باه انا شنو نفسرك باه في لي ستاج نتاعنا تنجم تقول انت باش تمشي دون ان اوتر بيي باش تخدم مع اون اسوسياسيون اون اسوسياسيون مثلا لي ستاجير ريليجيو تونس يخدم مع لي اسوسياسيون مثلا تاع تريزومي 21 ولا يخدم مع البولوشن يخدم مثلا ان انفيرونمون يخدم مع اسوسياسيون قاعده تنظف في البلاد في دو انفيرونمون تسمع لهم دي بارك ولا حكايه هكاك دونك احنا نحطوا العبد هذاك في ان انفيرونمون نجم يعاون في العباد على خاطر تنجم تقول الاسوسياسيون نتاعنا هي سو كيل فو سي روندر لو موند ميور دونك نجيبو دي ستاجير فريمون موتيفي باش يحسنوا العالم دونك مهما كانت يعني الكوز يختار يعني مهما كانت الكوز نتاع البروجي هذيك باش يخدم عليها يعاون عباد كبار يعلم عباد يعلم تلامذة صغار كيفاش يحفظوا انجلي جوست بور ايدي و روندر لو موند ميور تري بيان دونك قبل ما نختم معكم فارس الشرشي الشرشي وامين زين كان ذكروا بموعد ليفينمون هذايا اللي وين باش يكون باه ليفينمون هذايا كما قلنا باش يكون سامدي بروشان في الفسيق à 14h30 Très bien, مشكورين حضوركم معنا